المنتخب المغربي تحت 20 سنة يكتب التاريخ ويكتسح المنتخب البرازيلي بسباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للشباب. يا سادة يا كرام، ايه الجمال ده، ايه الابداع ده. المنتخب المغربي للشباب تحت 20 سنة يكتب التاريخ ويبهر العالم، ويكتسح المنتخب البرازيلي اليوم بسباعية نظيفة مع الرأفة في كأس العالم ليصعد الى المباراة النهائية في انتظار مواجهة اليوم بين الأرجنتين وأسبانيا. يا سادة يا كرام، من سيواجه المغرب في فاينل مونديال الشباب، الأرجنتين أم أسبانيا؟ لا يهمنا تماما، المغرب قادرة على افتراس منافسها في النهائي وكسب البطولة لإنجاز عظيم وكبير وأسطوري. يا سادة يا كرام، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. اليوم منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة كتب التاريخ واكتسح المنتخب البرازيلي بسباعية في مباراة غير متوقع تماما. اكتساح المغاربة للبرازيليين بنتيجة كبيرة سباعية نظيفة. البرازيل من أقوى منتخبات الشباب ولكنها تم إذلالها اليوم أمام أسود الأطلس المنتخب المغربي. مبروك للمنتخب المغربي. المباراة النهائية هنشوف النهاردة في المباراة اللي هتتلعب بعد قليل من سيواجه المغرب، أسبانيا أم الأرجنتين؟ وإن شاء الله شبابنا في المنتخب المغربي تحت 20 سنة يقدر يفرحنا ويقدر يكتب التاريخ أكتر وأكتر من خلال حصد البطولة، بطولة العالم تحت 20 سنة.